أعزائي تلاميذ الصف الأول، نبدأ درسنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن صديقنا نوري. هذا هو صديقنا نوري، وصديقتنا ريم ودينا. لنراجع سوية الحروف السابقة التي مر ذكرها في الدروس السابقة. أول حرف تعلمناه في قراءة الصف الأول هو حرف د. د أولي، د وسطي، د آخر منفصل، د آخر متصل. الحروف لها أربعة أشكال: أولي ووسطي وآخر متصل وآخر منفصل. هذه الحروف غير متسقة، لا تلتصق مع الحرف الذي يليها. حرف الد آ أر أو، هذه الحروف غير متسقة، الحرف الذي يليها لا تلتصق معه. باقي الحروف متسقة مثل حرف الب أولي، ب وسطي، ب آخر منفصل، ب آخر متصل، يتصل بالحرف الذي يسبقه أو الذي يليه. الباء الوسطية دائما فاتحة ذراعيها لتستقبل صديق من هنا من بداية الكلمة وصديق من هنا. هذه الباء الوسطية تفتح ذراعيها. باء أولية في بداية الكلام، باء وسطية في بداية الكلام، باء آخرية في نهاية الكلمة. حرف الإن أيضا من الحروف الملتصقة التي تلتصق مع بعضها. إن أولي، إن وسطي، إن آخر منفصل، إن آخر ملتصق أو متصل في الحرف الذي يسبقه. حرف الب يشبه حرف الإن، لكن نقطة الب وين؟ في أسفل الحرف. نقطة الإن وين؟ في أعلى الحرف. لدينا من الحروف الملتصقة أيضا أخذنا حرف الإم أولي، إم وسطي في وسط الكلمة فاتحة ذراعيها تستقبل صديق من هنا وصديق من هنا. إم آخري منفصل، إم آخري متصل. تعرفنا على المقاطع السابقة مع الحروف الصديقة آ وأو. دا مقطع دا مقطع دو، مقطع را مقطع رو، مقطع با بو، نا نو، ما مو، رو و. لنتهجى معا المقطع دا: د آ دا، دو د أو دو، ر آ را، ر أو رو، وهكذا بقية المقاطع. درسنا لهذا اليوم يحتوي حرفا جديدا من الحروف الملتصقة، له أربعة أشكال. وحرفنا صوت الحرف اليوم إي. إي أولي، إي وسطي، إي آخر متصل يلتصق بالكلمة، وإي آخر منفصل لا يلتصق بالكلمة. هذا حرف الإي يشبه حيوان لطيف، نعم يشبه البطة. درسنا لهذا اليوم هو يتحدث مثل ما قلنا عن صديقنا نوري وصديقتنا ريم وصديقتنا دينا. هذه هي الكلمات الجديدة التي في الدرس الجديد هذا. لنتهجى معا هذا الدرس: دا أور دار، دا أور دار. ردد معي عزيزي التلميذ: دا أور دار، نوري نوري. نوري متكونة من مقطعين، مقطع نو ومقطع ري. مقطع نو وري تكونت لدي كلمة نوري. نوري ولد اسمه نوري. لنتهجى مع كلمة بابا: با با بابا، متكونة من مقطعين: با با بابا، با با بابا. نقطتان رأسيتان معناها أن الكلام سوف يبتدئ، راح نشرح الكلام. دا أر دار، ردد معي عزيزي التلميذ: دا أر دار. ما معنى كلمة دار؟ نعم بيت واحد. نوري نوري
نو ري متكونة من مقطعين، مقطع نو إنو أو تعرفنا عليه في الدروس السابقة، المقطع نو والمقطع ري مقطعا جديدا ري أرو إي ري نو ري نو ري. با بئباب، با بئباب متكونة من مقطعين بئ و آ، با بئ آ با، وحرف الب حرف ساكن با بئ باب. دار دار، ردد معي عزيزي التلميذ، با بئ باب دار دار. نوري نوري، كلمة نوري متكونة من مقطعين، مقطع نو إن أو نو ومقطع ري إر إي ري نو ري. ما ما ماما، كلمة ماما متكونة من مقطعين إم آ ما إم آ ما 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 ماما ما ما ماما، نقطتان رأسيتان. دار دار را دار دار، هذه كلمة جديدة في الدرس. أر إي ري، المقطع ري باللون الأحمر، ري مع حرف الأم الآخر الملتصق تكونت لدي كلمة ريم، ري أم ريم ري أم ريم. دار 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 دار، لدينا أيضا كلمة جديدة أسماء بنات ريم ودينا. دي مقطع دي نا دينا، دي ومقطع دي دي او اي مقطع دي، والمقطع نا تكونت لدي كلمة دينا، ابنية اسمها دينا، صديقتنا دينا. دينا 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 دينا، المقاطع التي تكونت لدي في هذا الدرس هي مقطع ري، مقطع ري مع الاي الاولية ومقطع ري مع الاي الاخرية. مقطع دي دي اي دي، ايضا حرف الاي مع الا يتكون لدي المقطع يا. الحروف الصديقة هي حرف الا والاو والاي الاخرية، حروف المد هذه صديقة لكل الحروف. يا يو يا يو، هذا هو حرفنا الجديد يكتب بهذا الشكل. عزيزي التلميذ اكتب الحرف بهذه الأشكال ورقة كاملة، إي أولي إي وسطي إي آخري بشكليه متصل ومنفصل. بعد ما نكتب الحرف ورقة كاملة نبدأ بكتابة المقاطع، نبدأ بكتابة المقاطع مع كل الحروف التي تعلمناها. نأخذ حرف الإي لأن حرف الإي هو صديق لكل الحروف، سوف نقرأه مع الحروف. دي دي ري ري إي إي وي وي بي بي ني ني مي مي. هذه المقاطع عندما نجمعها تتكون لدينا كلمات. ابدأوا بكتابة هذه المقاطع أيضا ورقة كاملة وقراءتها وحفظها إملاء. لدي أيضا تدريب وكلمات غريبة في الدرس، لنتهجم عن هذه الكلمات الغريبة باللون الأزرق. تدري تدريب تدريب، هذه الكلمات من الحروف التي تعلمناها في الدروس السابقة مع حرف الإي صديقنا الجديد. كلمة دي إن دين، دي إن دين، لنتهجى معا عزيزي الطالب اقرأ معي. دي إن دين، نعم. دي نا مقطعين وحرف، دينا أر دينار دينا أر دينار. كلمة نو المقطع نو والمقطع مي تكونت لدي كلمة نومي نومي. هذه الكلمة أخذناها من كلمة دور، مر علينا كلمة دور في الدروس السابقة مع حرف الإي جديد صديقنا، تكونت لدي كلمة دوري دوري متكونة من مقطعين دو ري دوري. كلمة بو ري بوري، كلمة دا يم دايم، كلمة بابي شو صيب، نعم أسمعكم بابي، نعم
ما مي شو تصير؟ مامي. نعم. وادي وادي كلمة وادي يتهجى معا عزيز التلميذ نادي نادي رامي رامي داري داري أيضا لدي كلمة ريني إن رنين متكونة من ثلاث مقاطع ريني إن رنين يدور يدور يرمي لنتهجى مع عزيز التلميذ درسنا الجديد هذا الدرس نقرأه بصورة كاملة ونكتبه مرتين أو ثلاث في الدفتر دفتر القراءة على السطور بشكل واضح ومرتب نتعلم دائما الترتيب وكتابة الكلمات على السطور دار نوري بابا بابا نقطتان رأسيتان دار نوري باب دار نوري ماما ماما نقطتان رأسيتان دار ريم دار دينا ما هي الكلمات الجديدة في الدرس؟ نعم أسمعكم أعزائي كلمة نوري كلمة ريم وكلمة دينا أسماء بنات نوري اسم ولد هذا هو درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.